اول حاجه بقى معانا عنوان الحلقه واللي بيكون اسمها ريل ديت. بتبدا الحلقه في ريان جميل وهم قاعدين يلعبوا خربينها على الاخر، بس في وقتها بنسون ساعتها بيجي وبيقعد يزعق لهم بسبب ان جات لهم طرود كتيره جدا وهم سايبينها بره وموسخه الدنيا وهم ما طلعوش ياخدوها، فهو بيجيب لهم الجوابات وبيزعق لهم وبيقول لهم ما تسيبوش الحاجه بره مره تاني يا اما وربنا هترد. وساعتها بقى الواد مردكاي بيلاقي جواب من تطبيق المواعده والجواب بيقول له اللي انت بقالك كتير قوي ما دخلتش الحساب بتاعك ليه. فايلين بتقول له ايه ده يا واد هو انت لسه ما سبتش التطبيق ده، وركبي بيقول له يا حمار ازاي ما سبتش التطبيق انت دلوقتي مرتبط. فالبت سي جي ساعتها بتقول له ايه يا واد بتخني ولا ايه، راح قال لها يا ستي بقى كفايه هزار انا نسيت احذف الصفحه بتاعتي بس مش اكتر يعني. وساعتها بيمسك التليفون وبيقعد يحاول كتير اللي هو يحذف الصفحه بتاعته من الموقع ده بس مش بترضى، بس بيقعد يحاول لحد ما بتتحذف فعلا. وساعتها بقى بيبداوا كلهم بيقولوا ان الجو ممل جدا، وساعتها ايلين بتقول لمردكاي وسي جي بقول لكم ايه هو انتوا خرجتوا في موعد قبل كده وانا قصدي موعد غرامي. فهم الاثنين بيقولوا لها لا، فهي بتقول لهم اح امال انتوا مرتبطين ازاي يعني. فساعتها ايلين وركبي بيقعدوا يزنوا عليهم عشان يخرجوا في موعد غرامي، فهم الاثنين بيفرحوا جدا وبيروحوا عشان يحضروا نفسيهم. وساعتها بقى بنشوف الواد مردكاي وهو رايح عند ركبي وبيقعد يقول له ازيك يا ركبي بقى عامل ايه، بص الهديه اللي انا جبتها لبت سي جي. واول ما ركبي بيشوف الهديه بيقول له ايه ذوقك المعفن ده ياض، فمردكاي بيقول له ذوق معفن ايه يلا دي احسن من وشك وموجود فيها كل الحاجات اللي بتحبها سي جي. فساعتها ركبي بيقول له اوه ايه ده انت مهتم بيها للدرجه دي، ده انت طلعت جامد يلا واحنا مش عارفين. وبيقول له بص هقول لك حته طريقه جامده عشان تقدم لها الهديه دي، انت هترجع ايدك لورا وتروح كده وتقول لها خدي وبس يلا بقى غرف 60 ده انا عايز العب. هو ساعتها بيقول له لا يا عم ايه ده انا عايز اقدم لها بطريقه راقيه. وهو قاعد بيتكلم بقى بنسون بيجي له مره تاني وهو خلاص شايط بسبب ان هم للمره ال5000 سابوا الحاجه بره. فجيش خلهم قال لهم ايه بقى هو كل مره تسيبوا الحاجه بره، هو انا مش قلت لكم 1600 مره ما تسيبوهاش يا اما هطردكم. فالمهم اللي هم بيحاولوا يتوهوا الموضوع عشان ما يتفشخوش. فمردكاي ساعتها بيقول لبنسون عندك طريقه ان انا اقدم للبت سجل هديه اللي جبتها لها بطريقه مميزه؟ فهو بيقول له طبعا يا ابني خلي النادل ينزل لها الهديه بدل الحلويات. فرجبي ساعتها بيقول له ازاي انت سنجل لحد دلوقتي بافكارك الجامده فشخ دي. ومردكاي بيقول له يا جامد انت شكلك مرتبط بخمسه وانت مش قايل لنا. فبنسون بيقول بس بقى ما تكسفنيش. وبعد كده بينتقل المشهد لسي جي وايلين وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، وسي جي بتقول لها يا بنتي يا ايلين انا مش عارفه اقدم للواد مردكاي ايه. فايلين بتقول لها ايه رايك تجيبي له علبه مكياج، فسي جي بتقول لها ايه ده هي خالتك ولا. فساعتها بتقترح اقتراح تاني وبتقول لها يا بت اقرب طريق لقلب الراجل هو كرشه، جيبي له وافل وانا هديكي حته محل جامد فشخ. فهي بقى بتفرح وبتقول ايه الفكره الجامده. وبعد كده بينتقل المشهد لسي جي ومردكاي وهم قاعدين في المطعم، ومردكاي بقى اللي هو بقول لك يا ايلين انت مالك جامده المره دي كده ليه. بس ساعتها بتيجي النادله وبتقول له في حد عايز يكلمك في التليفون اللي موجود هناك. فمردكاي بيقول لسي جي بقول لك يا قلبي استني هنا وانا هروح واجي لك على طول. فبيروح عشان يتكلم في التليفون. الو الو يا ابني ازاي تجلو تحذف الحساب بتاعك. فساعتها مردكاي بيستغرب قوي ومش عارف فيه ايه. ففجاه بقى وهو قاعد مستغرب فجاه بيظهر له راجل غريب كده وبيقعد يقول له اهلا اهلا بحبيبنا مردكاي، عايز اقول لك يلا هو انت ليه حذفت الحساب بتاعك من موقعنا يعني. فساعتها مردكاي بيقول له عشان انا خلاص بقى عندي حبيبه. فهو ساعتها بيقول له انفصل عنها. لحظه ايه ده بقول لك انفصل عنها. لا يا عم غرفه 60 ده انا مبسوط معاها خلاص. راح قال له ايه ده بجد ممكن يتغير رايك لما تشوف الصور دي. وساعتها بيقعد يوري له صور غبيه جدا لسي جي وبيقول له ازاي تحب المعفنه دي اصلا، واحده مش بتهتم بنظافتها الشخصيه هتهتم بيك انت، تعالى بس معايا عندي نسوان للمواعده او رجاله كمان لو عايز. فهو ساعتها بيزقه بيقول له غرفه 60 ده يا عم مش عايز حاجه وبيمشي. وبعد كده بنشوف سي جي وهي قاعده بتكلم المندوب اللي هيوصل لها الهديه اللي هتديها لمردكاي. وساعتها مردكاي بيجي لها وبيقول لها مش هتصدقي حصل لي ايه دلوقتي. فهي ساعتها بتقول له مالك في ايه. فهو ساعتها بيحكي لها كل حاجه وبيحكي لها عن الراجل الغريب اللي عمال يلحقه ده، وشويه شويه هيشخر له عشان حذف الحساب بتاعه من الموقع بتاعهم، بس المهم مش بيهتموا وبيكملوا عشاء وبيفضلوا فرحانين طول الليل. وساعتها مردكاي بيقول لها بقول لك يا سي جي عندي مفاجاه ليكي. وساعتها بيرفع ايده عشان النادل يجي بالهديه، بس بتلاقي ساعتها ان المندوب بتاع الوافل جه. فساعتها بتقول لمردكاي يا مردكاي انا تعبانه ومش قادره تعالى نخرج في مكان تاني. وبعد كده بتسيب المكان كله وبتطلع بره. وساعتها مردكاي بيلاقي الراجل العبيط بتاع الموقع واقف له بره وبيقول له هي يا مردكاي عندنا عروض جامده جدا ايه مش هتنزل التطبيق مره تاني. فهو ساعتها بيقول له غربه في 60 داهيه. وساعتها بنشوف سي جي ومردكاي وهما بيتمشوا ومردكاي ساعتها بيقول لها انا لازم انا اروح اشوف حاجه. فهي بتقول له هي مامو ايه الحاجه دي. فهو بيقول لها لا 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 عندي حاله ولاده. لحظه ايه ده يا ستي بهزر معاكي قصدي هربط الجزمه بتاعتي يلا روحي انت بس وهجيلك بعدين. طيب سلام هستناك في الشارع الرئيسي. وبعد كده مردكاي بيقعد يكلم ركبي وبيقول له ان الخطه بتاعتهم فشلت وبيطلب من ركبي اللي هو يجي ياخد الهديه ويديها له عند النافوره. وبعدها بيروح عند البت سي جي وبتقعد تقول له بقى ان المكان ده جامد فشخ وخلينا نتفسح فيه ومش عارف ايه، بس هو مش بيرضى يسمع كلامها
وبيمشي، وللاسف المندوب بتاع الوافل بيبقى خلاص وصل وهي مش بتعرف تستلم منه الوافل. فساعتها بتتصل بايرين وبتقول لها تعالي انت استلمي الهديه عشان انا مش عارفه استلمها ووصلها لي عند النافوره. وبعدها بنشوف مردكاي وسي جي بعد ما بيكونوا وصلوا للنافوره، وسي جي بقى بتقعد تقول لمردكاي يا مردكاي تعالى نتمنى ان احنا نفضل مع بعض للابد. وبعدها بقى بنشوف رجبي بعد ما بيكون جاب الهديه وجالهم، بس هما بقى بيكملوا اللي بيعملوه. مردكاي بيتمنوا ان هما يفضلوا مع بعض للابد وبيرمي العمله النقديه، بس فجاه بيظهر الراجل بتاع التطبيق وساعتها بيقول له يا ابن المتن ربنا لو ما رجعت الحساب لافخ ميتين. وساعتها سي جي بتقول لمردكاي ماله العبيط ده عمال يجري وراك، فهو ساعتها بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش. ورجبي في الوقت ده بيلاقي مردكاي وسي جي اختفوا، بس فجاه بيلاقي ايلين وهي جايه بالهديه وبيقعدوا بقى يتكلموا ويرغوا مع بعض شويه. بس ساعتها رجبي وايلين بيكلموا سي جي ومردكاي في التليفون، وساعتها هما الاثنين بيقولوا لهم تعالوا عند البحيره احنا مستنيينكم هناك. فساعتها مردكاي وسي جي بيتفقوا ان هما يروحوا عند البحيره، ولما بيروحوا للمكان اللي هما قالوا لهم عليه بيلاقي ان ايلين ورجبي عملوا له حته مكان رومانسي جامد فشخ عشان يعرف يظبط مع البت سي جي براحته بقى. وساعتها هما الاثنين بيفرحوا جدا وبيروحوا للمكان ده، وبيقعدوا بقى هما الاثنين يدوا تعليقات ايجابيه لبعض زي قد ايه ان هما ثنائي جامد فشخ وان هما لاقيين على بعض جدا ومفيش اي حد زيهم. وساعتها سي جي بتقول له انت هتفكر تخوني في يوم من الايام، فهو ساعتها بيقول لها ما اقدرش اخون قلبي يا قلبي معرفش البيت ده بفروقك بجد. المهم ان هما الاثنين بيطلعوا الهدايا بتاعتهم، واول ما مردكاي بيعرف اللي هي جابت له هديه بيفرح جدا وهما الاثنين بيقربوا من بعض. بس للاسف المكان كله بيتهز وهما بيروحوا عشان يشوفوا فيه ايه، وبيلاقي ان الراجل الغبي بتاع الموقع ده ظهر لهم مره ثانيه وبيقول لمردكاي يا ابن المتن انت لازم ترجع دلوقتي الحساب احسن لك. فمردكاي بيقول له حل عني بقى خلاص انا ارتبطت مش عايز اي حاجه من الموقع بتاعكم ده. فالراجل بيقول له ان مفيش اي حد بقى يستعمل الموقع بتاعه وان كلهم حذفوا الحسابات بتاعتهم وان هو كده بيخسر فلوس كتيره جدا وهيبقى مفلس، فهو لازم يرجع الحساب بتاعه على الاقل يكون واحد موجود في الموقع بس. فلما مردكاي بيزعق ومش بيوافق الراجل البارد ده بيمسك البازوكه بيوجهها عند مردكاي وبيقول له لو انت مش هتدخل الحساب يبقى انت مش هتبقى موجود في الحياه بعد كده. واول ما بيضرب البازوكه الجسر بيتفجر بيهم وسي جي بتقع على جنبه، وللاسف مردكاي بيطير وبيقع من الجسر وبيبقى خلاص جسمه متكسر على الاخر. فساعتها سي جي بتزعل جدا وبتتعصب وبتقوم للراجل الغبي ده فبيقول لها بما ان مردكاي شكله مات ايه رايك انت تنضمي للموقع بتاعنا؟ بس هي بتكون متعصبه جدا وخلاص جابت اخرها وعينها اتحولت لحمراء وتحولت لسحابه رعديه، وبتقول له اللي هي هتنتقم منه بسبب كل اللي عمله وكمان بسبب اللي هو بوظ الموعد الغرامي بتاعهم، وبتضرب شعاع برق على الجسر فبتقع العربيه بتاعت الراجل ده وساعتها العربيه بتنفجر والشظايا بتاعت العربيه فجرت المنطاد بتاع الراجل ده وساعتها المنطاد وقع عليه واتفجر والراجل خلاص كده مات. وساعتها بقى بنشوف سي جي وهي عماله تعيط على مردكاي وساعتها في دمعه بتنزل من عينيها على مردكاي. فساعتها بقى مردكاي بيصحى وبيقول لها ما تقلقيش يا بنتي انا خلاص انا بخير، وبيعتذر لها على كل اللي حصل وبيقول لها ما كانش في اي وقت اللي انا اقدم لك الهديه دي بس دلوقتي خلاص ده الوقت المناسب. وفعلا بيفتح العلبه بس الصور اساسا بيكون اتكسر واتنى وبقى على شكل قلب، فهي ساعتها بتقول مفيش مشكله ادام الهديه جايه منك يبقى هي احسن هديه في العالم. وساعتها مردكاي بيقول لها بقول لك ايه يا سي جي في حاجه على بقك، وهما الاثنين بيبوسوا بعض على شروق الشمس. وبكده تكون خلصت الحلقه وبس. ده كان كل حاجه الفيديو اليوم، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك، وكمان هسيب لكم رابط صفحه الانستجرام بتاعتي في الوصف اتمنى انكم تدخلوا وتتابعوني هناك.